السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ هنعمل روتين في الصالة. احنا لسه بقى فاطرين اهوت يا حبايبي. قلت بقى ايه، اشيل الفطار واروق الصالة وانضفها يا حبايبي. اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اللي جديد. طلع بدخل بقى حاجات الفطار ديت واجي ايه نروق مع بعض. لايكات بقى ومشاهدات للفيديوهات للمسوز يا حبايب قلب. اسمعونا كده في بطن الترابيزه رز زي ما انتم شايفين، حطيت عليها الحاجه اللي حطيتها عليه وطبقت مليح. بقى الكنبه دي كمان خلاص سوينا الركنه دي ونضفناها. كده حبايبي سوينا الركنة، سوينا الكنب ده ونضفناه، خليناه زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هكنس بقى الصلاة.
الترفه اللي هنا. نمسح بقى الصالة كده. الصيف يا جماعة عايز مسحة على طول ونضافة على طول. صب ازاي؟ الشتا بنبقى كاشين بقى السجاد وبنمسح برضو وننضف، بس ايه بيبقى مدفي المكان يعني. اما في الصيف بتبقى الدنيا حر بقى وانتوا عارفين الحر والدبان والحشرات والحاجات دي، لازم كل حاجة تطلعها نضيفة. لما تكون نضيفه تعرفي تقعدي كده في حاجتك، نعرف نقعد كده في الايه في النظافه. انا بحب النظافه طول عمري بحب النظافه. شايفين يا جماعه السيراميك بدا يلمع قدام ازاي عشان حطه في الميه كلور. كلور ده حلو قوي للناس، انا بجيب ديتول وبجيب معطر ومعطرات وحاجات للمسح، بس احسن حاجه في المسح بالذات الكلور. الكلور حلو قوي. برضو الحتة اللي قدام بالشقة هنا يا حبايبي. كده خلصت الصالة رفناها وخليناها زي الفل. شايفين يا حبايب قلبي بدأت تلمع ازاي وجميل. متنسوناش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.